أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج كشك الصحافة، ونبدأها كالعادة بالعناوين. أسرة المعتقل في صنعاء جمال المعمري تتفاجأ بعدم قدرته على الوقوف. طبيبة يمنية تحصد جائزة دولية في سويسرا. في الصفحة الأخيرة لصحيفة القدس العربي، الخطوط الجوية التركية تتكفل بتعليم وتوظيف طفلة ولدت على متن طائرتها. في الإمارات، في أكثر الأخبار قراءة، تغيير خط إسفلتي في الشارقة لأجل الحفاظ على شجرة عمرها 200 عام. أهلا بكم. في زيارة هي الأولى منذ اعتقاله قبل عامين، تلتقي أسرة جمال المعمري به في أحد سجون الحوثيين بعد تداول معلومات عن عمليات تعذيب بشعة تعرض لها في معتقل بالعاصمة صنعاء. وقال مصدر مقرب من الأسرة لموقع يمن مونيتور إن الزيارة كشفت صدق ما تعرض له المعمري في سجون الحوثيون، قد أحضروه على ناقلة لمقابلة عائلته التي زارته للمرة الأولى منذ اختطافه في 12 من مارس 2015. وقال الموقع إن جمال المعمري هو أحد وجهاء منطقة جبل يزيد بمحافظة عمران شمال العاصمة صنعاء. وقال المصدر إن إدارة السجن بصنعاء تواصلت مع زوجته وأبلغتها بالسماح لها بزيارته في صنعاء، وعلى الفور تحركت للقاء زوجها المعتقل جمال المعمري، والذي يعد أحد وجهاء منطقة جبل يزيد في عمران. وكانت الفاجعة بأن كل ما قيل عن تعذيبه صحيح، فهو مشلول ويحمل على ناقلة بعد أن كان سليما معافى. وتابع المصدر، عندما وصلت الأسرة لزيارة جمال لم تسمح لهم إدارة السجن ورفضوا إدخالهم لزيارته، وبعد مهاترات تم السماح لأمه وأحد أولاده فقط، وتم حرمان زوجته وبقية أبنائه وأخوته من الدخول. كان المعتقل السابق الدكتور عبد القادر الجنيد، وهو طبيب جراح، اختطفه الحوثيون في أغسطس 2015 من تعز إلى صنعاء. قد نشر تفاصيل تعرض المعمري للتعذيب إذ كان معه في السجن، وقال إن جمال تعرض للتعذيب حرقا بالسجائر والكهرباء والضرب المبرح حتى أصيب بالشلل. في موضوع متصل، حاولت أم في محافظة إب زيارة ابنها المسجون لدى ميليشيا الحوثي والمخلوع، لكنها وفقا لموقع الصحوانت تعرضت لإطلاق النار من قبل قيادي حوثي، ما أدى إلى أصابتها عقب مطالبتها بزيارة ولدها المختطف. وقال الموقع إن المرأة أصيبت يوم الجمعة برصاصة اخترقت وجهها ونقلت إلى مستشفى ثورة بإب، وحالتها حرجة من قبل مسلح الحوثي بقيادة المدعو أبو علي، وذلك عقب مطالبتها بزيارة نجلها المختطف لدى ميليشيا الحوثي والمخلوع بسجن خاص في مديرية مذيخرة. مصادر محلية أكدت أن مسلحي الحوثي بقيادة المكنى أبو علي فتحوا نيران أسلحتهم على أم المختطف عبد الله قائد سيف في سوق الشرقي بمذيخرة، وأصيبت في الوجه وحالتها حرجة. وعقب هذه الجريمة قاموا بإطلاق نيران عشوائية أصيب بها مواطنون آخرون، أحدهما عارف عبد الله ملهي، ونقل الجميع إلى مستشفى الثورة بإب. بحسب أهالي في مذيخرة، فإن الميليشيا في سوق الشرقي حولت أحد المنازل إلى سجن خاص لاختطاف المدنيين وتعذيبهم، وترفض الإفراج عن أي مختطف قبل أن يدفع مبالغ مالية ضخمة. أثار الكاتب حسين الصوفي في مقال له بعنوان حكومة حرب المنشور في موقع يمن بريس قضية الموظف الحكومي في مدينة دمار الذي أضرم النار في نفسه وغادر الحياة بعد أن احترقت كل إمكانيات الصبر عنده، ليلحقه بعد أقل من 24 ساعة موظف حكومي آخر في ذات المحافظة. وقال:
ليتهما ما أقدما على هذه النهاية المأساوية التي لا يمكن لمسلم أن يقبل بحديث نفسه عنها، ناهيك عن الإقدام على هذه الفعلة الشنيعة. لكن ما يفيد التمني بعد أن وقع الفأس في الرأس؟ وما كان لي أن أكتب حول هكذا هروب من الحياة والتجاء ضعيف إلى الانتحار؟ أننا لا نزال في حرب، والحرب شنتها علينا عصابة إجرامية إرهابية بتواطؤ مفضوح من بعض الأطراف الدولية، وهي التي تحاول اليوم ملء أسماعنا ضجيجا عن الجوع والجوعة من أجل المناورة الرخيصة والابتزاز السيء والعبث الفاحش بأوجاعنا ومآسنا. فلم يعد سرا أن أصوات هذه الجهات الدولية ترتفع بالعويل والتباكي على الجوعة كلما اقترب الجيش الوطني مسنودا بالتحالف العربي من تحرير ميناء الحديدة والساحل الغربي، وهو ما يكشف طبيعة الدور التآمري الذي تلعبه هذه الأطراف. وبعيدا عن جلد الذات وعن التلاوم، فهذه دعوة جادة وطارئة للحكومة الموقرة بتشكيل فريق احترافي خفيف الحركة متقد الذهن يقظ الضمير، وتكليفهم بإدارة ملفات الحرب ومتطلبات المرحلة. مكتب مصغر يسمون أنفسهم حكومة حرب، يلعبون دورا استثنائيا في هكذا مرحلة خانقة، ينقذون الشعب من أقصاه إلى أقصاه، يرممون أوجاع النفوس الغائرة، يطببون جراح الوطن النازفة، يقدمون الإنسان والإنسان وحده على كل اهتمام، يؤمنون بما عليهم ويحترمون تاريخهم وحاضرهم، ويغامرون بأنفسهم من أجل شعبهم وأمتهم ودولتهم. نحتاج هؤلاء مثل حاجتنا للتنفس في أجواء خانقة. نحتاج حكومة حرب سيادة الرئيس، حكومة تخلق لكل مشكلة حل، لا أن تكون مشكلة فوق ركام المشاكل. بدأ 70 مختطفا لدى ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح في صنعاء إضرابا عن الطعام، احتجاجا على التعذيب الذي تمارسه الميليشيا بحقهم. وأكدت مصادر مقربة لموقع سبتمبر نت أن المختطفين يتعرضون منذ إعلانهم للإضراب يوم أمس الأول للتعذيب والضرب وإلقاء الغاز الخانق، ما تسبب بوقوع إصابات وحالات إغماء واختناق. وقالت المصادر لسبتمبر نت إن المختطفين يقبعون في سجن خاص ببدروم عمارة في منطقة حدة بصنعاء تقع إلى جانب عمارة القمة. ويتابع الموقع: ترتكب ميليشيا الحوثي والمخلوع جرائم تعذيب وحشية بحق المختطفين لديهم، تسببت بوفاة وإصابة المئات وإعاقات بعضهم دائمة. يصف موقع عدن تايم عناصر ميليشيا الحوثي في صنعاء بأنهم لصوص يرعبون أهل صنعاء. وقال عدن تايم في تقريره الخاص: أصبحت صنعاء مدينة اللصوص والجريمة المنظمة، حيث تعيش حالة انفلات أمني مريع في ظل سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية، والتي تشهد ارتفاعا في معدلات الجريمة وبروز ظاهرة السرقات بصورة كبيرة. خلال الأيام القليلة الماضية تم رصد بلاغات بسرقة عشرات السيارات داخل العاصمة صنعاء من قبل عصابات مسلحة يرتدي عناصرها ملابس عسكرية، ويقومون بنصب نقاط تفتيش وهمية للإيقاع بضحاياهم. وشهود عيان قالوا للموقع أن العصابات تقوم بنصب نقاط تفتيش مفاجئة في عدد من شوارع صنعاء، وخصوصا في مناطق الأطراف في توقيت بين 12 ليلا والرابعة فجرا، ثم يستوقفون بعض تلك السيارات بحجة أنها مشبوهة وعليها بلاغات أمنية. الشغف هو المسألة المركزية الأولى في السياسة والعلم والفن وشتى مجالات الإنجاز الإنساني، إذ لا يمكن تحقيق أي نجاح حقيقي في أي مجال إذا لم يكن المرء مولعا شغوفا بعمله. هذا ما يقوله الكاتب التونسي مالك التريكي في مقاله المنشور في صحيفة القدس العربي، مضيفا في جزء منه: النجاح هو ثمرة قصة حب بين العامل وعمله والفنان وفنه. وإذا كان صحيحا أن العمل هو اغتراب أو استلاب، سواء بالمعنى الوجودي أي الاضطرار إلى الضياع بالخروج من الذات إلى العالم، أو بالمعنى الاجتماعي أي الاضطرار لبيع قوة العمل بشروط يفرضها النظام الاقتصادي القاهر، فإن توفر شرط الاستقلالية هو الذي يتيح إمكانية الوصل بين ضرورة العمل بداية وحرية الفن غاية. ولهذا فإن من حق كل إنسان
أن يمنح حرية اختيار مجال الدراسة أو التدريب الذي يحب حتى يتسنى له ممارسة العمل الذي يحب، بحيث يصبح طلب الرزق مجرد تحصيل حاصل في سياق أعم وأهم هو تحقيق الذات عن طريق الاجتهاد في إتقان ما نحب من الأعمال. ولا يمكن فهم تألق العباقرة من فنانين ومفكرين وقادة وساسة إلا إذا أخذنا في الاعتبار أنهم شغوفون بمجال عملهم أو اختصاصهم شغفا يملك عليهم كل أمرهم. ينطبق هذا على فنانين من أمثال بيتهوفن وموتسارت وشوبان، ومفكرين من أمثال روسو وكانت وفرويد، الذي كان يحتاج لشدة غرقه في التفكير والكتابة إلى من يعينه في تدبير كل شؤون الحياة اليومية، بما في ذلك وضع معجون الأسنان على الفرشاة. وعلى علماء من أمثال إينشتاين الذي كان يطلق شعره ظنا بوقته الثمين على الحلاق، كما ينطبق على قادة عسكريين من أمثال نابليون بونابرت الذي لم يكن ينام إلا 3 ساعات أو 4 في الليلة، وكان يصطحب معه مئات من الكتب في كل حملاته العسكرية كان يقرأ وهو في عز المعارك والحروب. ذلك أن حقيقة الشغف أنه ليس فرعا من الحياة، وإنما هو يبلغ من الاضطرام والتوهج داخل الروح حدا تصير معه الحياة بأكملها مجرد فرع منه. موقع بوست عنونا في صفحته الرئيسية: طبيبة يمنية تحصد جائزة دولية مرموقة في سويسرا. وقال الموقع إن طبيبة يمنية حازت على جائزة الخدمة المتميزة للنساء والتي أعلنت في سويسرا، وهي الدكتورة ذكرى أمين النزيلي، وتعد أول امرأة تحصل على هذه الجائزة الدولية المرموقة، والتي يتم منحها احتفاء بالدور الحاسم الذي تؤديه المرأة في مكافحة الأمراض المدارية المهملة. ويضيف الموقع: برزت ذكرى النزيلي من خلال عملها الدؤوب في اليمن كمرشحة فائزة بالإجماع خلال تصويت أعضاء لجنة التحكيم. وقالت ويندي هاريسون رئيسة شبكة CNN: من دواعي سرورنا أن نسلط الضوء على النساء من جميع أنحاء العالم اللواتي لهن تأثير ملحوظ على معالجة الأمراض المدارية المهملة، وأنه لشرف لي الاعتراف بالدور الملهم الذي تؤديه ذكرى من خلال العمل الذي تقوم به في اليمن وفي ظروف صعبة للغاية. وقبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. إلى صحيفة الخليج، والتي قالت في الشأن الدولي بخصوص اليمن أن الولايات المتحدة أكدت أن إيران هي المتسبب الرئيس بالنزاعات الدائرة في منطقة الشرق الأوسط، وتعهدت بأن تعمل مع شركائها على مطالبة طهران بالالتزام بقرارات الأمم المتحدة. المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي اتهمت إيران بزعزعة الاستقرار في المنطقة، بما فيها دعمها لرئيس النظام السوري بشار الأسد، وتسليح الجانب الحوثي المنشق في اليمن، وتدريبها للميليشيات القاتلة في العراق، ودعمها لحزب الله في لبنان. وأكدت هايلي أن الطبيعة تدميرية جدا لهذه الأنشطة الإيرانية وحزب الله في مختلف أنحاء الشرق الأوسط تتطلب مزيدا من الاهتمام الدولي، ودعت مجلس الأمن إلى تناول هذه المسألة كأولوية عند مناقشته لهذا البند. واعتبرت هايلي الاختبارات الصاروخية التي تواصل إيران إجراءها بمثابة تقويض للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وشددت على أهمية تنفيذ جميع الدول لالتزاماتها في قرار المجلس 2231 الذي يحظر نقل الأسلحة من وإلى إيران، بما في ذلك إلى الحوثيين وأيضا إلى لبنان. تترقب قوات الشرعية اليمنية على جبهات المخا وميدي والقوات البحرية الانتهاء من تحرير معسكر خالد غرب تعز لإطلاق معركة تحرير الحديدة. وأكدت مصادر في قوات التحالف العربي للبيان أن ميناء الحديدة سيتم تحريره خلال الأيام المقبلة فور انتهاء حملة تحرير معسكر خالد غرب تعز. وقالت المصادر إلى أن الولايات المتحدة تم إطلاعها خلال زيارة وزير دفاعها جيمس ماتيس للسعودية على أهمية عملية تحرير الحديدة كونها الشريان الرئوي للانقلابيين،
الذين يسيطرون من خلاله على سفن الإغاثة ويستقبلون النفط وغيره. وقال القيادي في الجيش اليمني للبيان أن الشرعية مدعومة بفرق تدخل سريع من التحالف ستهاجم الانقلابيين في ميناء الحديدة من عدة محاور برية وجوية وبحرية بدعم استخباراتي قوي، ما يقلل إلى الحد الأقصى من وقوع خسائر في أوساط المدنيين. في غضون أيام قليلة ستنتخب فرنسا رئيسها المقبل، ونظرا للسلطات الكبيرة التي يتمتع بها الرئيس الفرنسي بما في ذلك سلطة حل الجمعية الوطنية البرلمان الفرنسي، فإن الانتخابات الرئاسية التي تعقد على 5 سنوات تعد الأكثر أهمية في فرنسا، ولكن المخاطر أعلى من أي وقت مضى هذه المرة. كانت هذه هي استهلالية المقال الذي كتبه في موقع الجزيرة نت زكي العايدي الأستاذ بمعهد باريس للدراسات السياسية والمستشار السياسي السابق لرئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس تحت عنوان الثورة الفرنسية القادمة وتابع. المرشحان الأوفران حظا هما مارين لوبان زعيمة الجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة، وإيمانويل ماكرون الذي شغل منصب وزير الاقتصاد في حكومة الرئيس الاشتراكي فرانسوا هولاند، ولكنه يخوض الانتخابات مستقلا. وإذا انتهت الحال إلى المواجهة بين لوبان وماكرون في الجولة الثانية من الانتخابات في 7 مايو أيار القادم كما هو متوقع، فسيكون هذا الحدث نقطة تحول بالنسبة لفرنسا، المرة الأولى منذ 60 عاما التي لا يمثل فيها الحزبان الرئيسيان من اليسار واليمين في الجولة الثانية. لم تتحمل فرنسا مثل هذه الاضطرابات السياسية منذ عام 1958 عندما وصل الجنرال ديغول إلى السلطة وبدأ في صياغة دستور الجمهورية الخامسة في خضم الحرب الجزائرية. كان ذلك التحول مثله كمثل أي زلزال سياسي كبير، مدفوعا بمزيج من الديناميات الأساسية العميقة والظروف الخاصة في ذلك الوقت. واليوم لا يختلف الأمر كثيرا، فأولا هناك الدينامية الأساسية، تفاقم حالة انعدام الثقة الشعبية في النخب كما يوجد اليوم في أغلب الدول المتقدمة، ومشاعر الحرمان من السلطة والخوف من العولمة الاقتصادية والهجرة والقلق إزاء الحراك الاجتماعي الهابط واتساع فجوة التفاوت بين الناس. إذا تمكنت لوبان من الفوز على نحو أو آخر فستنقلب السياسة الفرنسية ناهيك عن الاتحاد الأوروبي رأسا على عقب، ولكن حتى ماكرون المعتدل ظاهريا يمثل على طريقته الخاصة موقفا راديكاليا حقا. وفي ظل احتمال وصول هذين المرشحين إلى الجولة الثانية فلربما يكون بوسعنا أن نقول إن فرنسا أصبحت على مشارف ثورة سياسية. نجحت بلدية الشارقة في الإمارات العربية بتحويل مسار شارع قيد التنفيذ بمنطقة الحمرية من أجل الحفاظ على شجرة معمرة قدر عمرها بنحو 200 سنة في إطار سعيها للحفاظ على البيئة وتحقيق أهداف الاستدامة. وقالت الصحيفة الإماراتية إن البلدية لاحظت أن أحد الطرق المخطط إنشاؤها يتقاطع مع شجرة معمرة في المنطقة، ما يستوجب قطعها بهدف تطوير الطرق الداخلية لمنطقة الحمرية. وعلى الفور قامت بلدية الحمرية بتشكيل فريق لدراسة الوضع واستنباط حلول بديلة تكون كفيلة بالحيلولة دون قطع الشجرة. وتتابع الصحيفة تم تغيير مسار الطريق دون المساس بالشجرة المعمرة التي كان الأهالي يستظلون بظلها منذ زمن طويل وتعد علامة بارزة. في الصفحة الأخيرة لصحيفة القدس العربي عنونت الصحيفة الخطوط الجوية التركية تتكفل بتعليم وتوظيف طفلة ولدت على متن طائرتها. وقال إيكار إيجي رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية التركية في تصريحات صحفية أن الشركة ستتكفل بتعليم وتوفير فرصة عمل للطفلة كاجيو التي ولدت على متن إحدى رحلاتها القادمة من غينيا في 7 أبريل الجاري، وسنبذل قصارى جهدنا من أجل ضمها إلى كوادرنا في الخطوط التركية عند بلوغها سن العمل. ولفت المسؤول التركي إلى أن الشركة ستتواصل مع الجهات المعنية لمنح كاجيو الجنسية التركية حال تلقيها طلبا بذلك من طرف أسرتها. وجع أمهات المختطفين استغرق اهتمام عبد الله شروح
الذي كتب مقالا له بعنوان الأمهات خلف القضبان ونشره موقع يمن توك، لفت الكاتب في مقاله لأن أكثر من 12 ألف مختطف قابعون في غيابة المجهول، ما يعني أن 12 ألف أسرة يمنية مكلومة بتغييب أحد أفرادها بين أنياب الحقد الإنقلابي الأسود. وتابع قائلا: إن أولئك الأبطال القابعين في جحيم المجهول الحوثي في زنازين الحقد ليسوا وحدهم يقبعون خلف القضبان، وليسوا وحدهم تصطلي أجسادهم بلهيب السياط وجنون أساليب العذاب، إذ وراء كل مختطف أم من لحظة تغييب ولدها عنها صار قلبها سجنا أكثر قسوة من سجن ولدها، وباتت الوساوس والهموم أنكى على قلبها من سياط الجلادين على ابنها، وغدا الانتظار أكثر صدمة من الفقد النهائي المباشر. وراء كل مختطف أم مسجونة، يجب أن يدرك الجميع ذلك. إن قضية المختطفين هي الأكثر إيلاما، وهي أحق القضايا ببذل الجهود لإنهاء مأساتها. إن تقليل آثار هذه الجريمة وحلحلتها يقع على عاتق الشرعية بكامل مؤسساتها، إذ من المضحك استجداء رحمة الكائنات الانقلابية واستنهاض نخوتها، فنحن بذلك كمن ينتظر الماء من كبد الصحراء. على الشرعية الاهتمام بواقع أسر المختطفين، فلا يجتمع على تلك الأسر ألم الفقد وألم الفاقة والعوز، وعليها تفعيل كل المؤسسات لتغدو هذه القضية هي الأبرز في الطرح والتغطية الإعلامية، وجعلها القضية الأبرز في المحافل الدولية. وعلى الشرعية استخدام كل أساليب الضغط الممكنة على القوى الإنقلابية لإنهاء هذه المأساة، وليدرك كل مسؤول حكومي أن أمهات أبطالنا مسجونات بسجن أبنائهن، فإن لم يتحركوا مسؤولية فليتحركوا نخوة. في فقرتنا المصورة أعلن عن الفائزين بجوائز سوني العالمية للتصوير لعام 2017 في الفئات المختلفة، وفاز المصور البلجيكي فريدريك بويكس بالجائزة الأولى عن سلسلة صوره للمناظر الطبيعية التي تكسوها الثلوج. البي بي سي نشرت مجموعة من الصور الفائزة، نتابع. بهذه الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج كشك الصحافة. أما الآن نتابع مجموعة من رسوم الكاريكاتور. دمتم في أمان الله.